ولايه جيجل من بين الولايات التي تشهد تساقط كميات كبيره من الامطار بمعدل سنوي لا يقل عن 1200 مليمتر ورغم حاله الجفاف التي عرفتها الولايه خلال الاشهر الماضيه الا ان التساقط الاخير للامطار سمح بتسجيل ما لا يقل عن 730 مليمتر ولايه جيجل معروفه بكونها تكون من هي ان يعني الولايه الاكثر تعرف اكثر سقوط امطار في الوطن حيث نسجل بمعدل معدل سنوي تاع 1200 ملم نعطيك يعني مؤشر تاع اليوم حتى يوم 14 مارس 2022 رانا وصلين ل 730 ملم معناها رانا في المعدل والحمد لله 700 مليون متر مكعب هي الطاقة الإجمالية للسدود التي تتوفر عليها جيجل والمقدر عددها بسبعة سدود تصل سعة هياكل التخزين بها إلى 300 ألف متر مكعب سدود نتاعنا ماشي مملوءة 100% ولكن 90% في 90% تقريبا عندنا قريب قريب 650 مليون متر متر مكعب وهذه قادره تكفينا على الاقل حتى في الله لا يقدر يكون يكون جفاف تاع عام كاين الماء المخزون كافي موسم الاصطياف 2022 فيه بعض البلديات اللي راح تمشي للتوزيع اليومي واللي هي معنيه بمشروع ربط انطلاقا من سد بوسيابا استدير هذا المال يعني الاتمام استدير الاشغال مع إتمام الاشغال أه وفي هذه الصيفه يعني راح تمشي بعض البلديات للتوزيع اليومي سكان بلديتي جيجل والعوان يستفيدون اليوم من التزود بالمياه 24 على 24 ساعه الرهان الاكبر اليوم هو تعميم العمليه وتحقيق الاكتفاء خاصه بعد الربط بسد تبلوط مع بدايه موسم الاصطياف المقبل